والناس بتستباق وهو مش لاقي وسائل خالص. الفتره اللي احنا فيها دي مشكلتها كبيره، مش المذاكره مشكلتها الكبيره، ان بدات الكلاب البلدي تجري في عندنا. احنا مشتتين مش عارفين نعمل ايه، نذاكر مين ولا نذاكر الامتحان الاسبوع ده ولا نذاكر الامتحان الاسبوع اللي بعده ولا نهبل في حياتنا، فما بنعملش حاجه اصلا، بنروح ننام عشان لازم نروح نتعلم طول اليوم يعني. النجاح اساسه يا جماعه ترتيب الاولويات، ان انت عارف تعمل ايه وبتعمله امتى، وبعد كده ربنا يكرمك بقى مع النطق تعرف تعمله ازاي. تعمله ازاي دي انا بساعدك فيها، لكن الحاجات التانيه دي بتاعتك انت لازم انت اللي ترتبها لنفسك. مهمه قوي قوي والله العظيم، الحاجات دي كنت بفتكرها زيكم كده زي ما انتم فاكرينها بالظبط، حاجات هبله بس الحاجات دي مؤثره فوق ما تتخيل. انا واحد ربنا ما وهبنيش نعمه النسيان على فكره، يعني انا من النوع اللي ما بنساش، ومع ذلك كنت بكتب قدامي ورقه بالتاسكس اللي انا هعملها كل يوم حتى لو حاجات هبله، عشان كل ما اخلص حاجه بعلق قدامها بحس ان انا عارف انت متشجع جدا، بحس ان انا عم بعمل حاجه في يوم. لكن انت بتصحى وبتعمل حاجات كتير قوي 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 بس مش حاسس انك خلصت، لو حاسس انك براحه كتير مش عارف ايه، بس انا حاسس ان انا براحه كتير، انا ورايا هم ما يتقال. هو ايه بقى الهم؟ هو انا مش عارف احط ايدي عليه، بس هو في حاجات كتير ورايا، فمعلش هستاذنك يعني، ورايا وقلم في البيت معلش ما تكبرش يعني، واكتب وراك ايه او انت مرتب تعمل ايه كام يوم اللي يعني. هل انا مثلا امتحاني يوم السبت ماده تمام، فهاجي يوم الجمعه واخصص الجمعه الماده دي، هل انا امتحاني الاربعاء لسه؟ فلا همشي لغايه مثلا يوم الاثنين الجاي عمال بذاكر اي مواد ثانيه، وهاجي يوم اللي قبلها اتكل على الماده دي، رتب هتعمل ايه؟ طبعا مش حد بيعمل زي التاني، رتبه في ورقه بعد اذنك ضروري. فجاه عارف انت هتحس ان الدنيا فجاه ايه بقت سهله يعني، على الاقل انت عارف ايه بودي او عارف انت رايح لفين. لكن فكره ان انا ماشي من حب كده بسم الله الرحمن الرحيم النهارده اجرب اقلب كده، لا ده رخم. بذاكر مش عارف السيكولوجي، هتلاقي نفسك على فكره والله يوميا بتعمل اكتر من المطلوب، لكن ان فين بلا طول، لانك مش حاسس انك خلصت حاجه على بعضها ومش حاسس انك رايح فين. يعني بالبلد كده ينفع اقول لك انت وصلت ولا لا للطريق انت مش محدد انت رايح فين اصلا؟ ما ينفعش. فعشان خاطري عشان القصه دي هتتكرر تاني بعد المتر، بس هتتكرر بغباوه انك فجاه هتلاقي نفسك ايه؟ اذاكر اللي انا قريته قريه كلابي قبل المتر وفي الكويز زي الفتره اللي احنا فيها او فوتته، ولا ذاكر الجديد، ولا ذاكر العامل عشان العامل بقى بعمل فاينل بالمناسبه لو انتم مش عارفين. فلا بقى مباشر لازم اذاكر من بدري، بذاكر عملي ولا نظري ولا قديم ولا جديد، لو رتبت دماغك هتلاقي الموضوع خلص هوا. عشان يعني شعاع امل في وسط هذا المكان المعتم يعني، بعد الكويز لغايه اخر السنه انا كنت في حسابين او في ثلاثه بكتير قوي في الارانجي. ليه؟ عشان بمنتهى البساطه السيستمز ما عادش فيها الكلام الاهبل اللي احنا بنعمله ده. السيستمز هنقول اجزاء كل سيستم ايه، اسمها ايه، والتفاصيل ايه، هشوف الرسمه وخلاص اصلا. ولو مش عاجبك كده كده العمل بتاع الانتمي هو النظري بعد الكويز بالظبط. فحضرتك هتذاكر مره هنا وهتذاكر مره هنا، فهتخلي ده مراجعه على ده، هتلاقي اصلا الانتمي انت داخل الفاينل حافظ النظري والعمل زي الفل، ومفيش اصلا اي مجهود. المنهج اسمه كبير بس يعني اسمه من بره كبير، لكن ما عادش فيه تفاصيل زي دلوقتي. لان كل اللي جاي حاجات هتشوفها بعينك بقى، مش حاجات بقى مفاصل وعظم ماسك في بعض واسم عظمه والكلام الفارغ ده. الفسيولوجي من اول نهايه شابتر النرف اللي جاي اللي قلت لكم الكلام ده، الشابتر الواحد بياخد قصه وورقه. ليه بقى؟ عشان هو سيستم على بعض، يعني صوره كامله على بعض. فالصعب بيخلص دلوقتي، خلصوه على كرش الامتحان بعد كده. يعني بعكس كل اللي هيقول لك ان اللي باقي كتير قوي، لا على فكره اللي فات هو اللي صعب، لان اللي فات هو اللي فتره ان انا اخش الكليه واتعلم افهم واقرا ازاي واذاكر ازاي هو الصعب على فكره. اللي جاي والله انا بقول لكم اهو هنشوف بعينينا يعني، الميه بتكتب الغطاس. الفتره اللي بعد الكويس فجاه هتحس ان ما عادش فيه مجهود زي زمان، يعني الميد تيرم داخل فيه تسع شباتر انانسيوم. يعني داخل في الميد تيرم تسع شباتر فيهم شطرين عارف انت الزباله اتسلف. ومع ذلك هيخلصوا في حصه حصتين وانت هتذاكرهم بمنتهى الكيافه. ليه؟ عشان خاطر انت خلصت مرحله الدوري. فلو سمحت ما تسمعش لحد. مش كل الناس زي بعضها، مش كل الناس شايفه الموضوع زي ما احنا شايفين. المنهج كل ما هيكبر هيظهر عندك، كل ما هيكبر هتلاقي فجاه ايه؟ الدنيا بتحلو وبتسمع. لو حد خد باله يعني غصب عننا طبعا في المواعيد اللي احنا فيها دي. لما جبت النرم ورجعت شرحت بعده الشابتر الاولاني، الشابتر الاولاني ما عادش بصعوبه اول مره احنا شرحناهم، لان الكلام اتقال جوه. فلو انا هقول لك زي حاجه اسمها كذا انت شفت الحاجه اسمها كذا. فالدنيا ما عادش صعبه. اوكي؟ سلام يلا. هناخد الصراصه الاول والسكين والفاشيه وبعد كده ايه؟ منهجنا قفلناه في ثلاث قصص حلوين ومرات خلاص. سلم لك لو بصيلي على السبورت عناوينك ايه؟ بص بقى كده يا سيدي، مطلوب من حضرتك مقدمه على السولار انتروداكشن عن الثوراثيك وول او الثوراثيك كافيتي، حاجه اسمها الابريتشرز، حاجه اسمها ابريتشر يعني المحيطات ابريتشر او باوندرز، حاجه اسمها ارتكيوليشن، اتكلم شويه عن القفص الصدري،
بعد كده المسلز اللي موجوده العضلات بلاد سبلاي واخيرا حاجه اسمها نيرف سبلاي. الكلام دلوقتي واقعي ولطيف خالص. بص يا سيدي، الثوراسيك كافيتي او الثوراسيك وول بتكون ايه يا سيدي؟ عظمه قدام كان اسمها ستيرن ورا 12 ثوراسيك فيرتبري. انا ماسك في 12 فقره صدريه اسمهم ثوراسيك فيرتبري، لافف ما بينهم داير ما يدور حاجه اسمها الريبس، واي حاجه لها علاقه بالريبس اسمها. فاحنا طول الحصه النهارده عاملين كل قصه حلو. القفص الصدري فلاتند انترو جوستيري، مبطط من قدام ومبطط من ظهرك، لكن الجناب راوند اهو، انت زي ما انت حاسس اهو، عشان الرب عامل حاجه اسمها انجل كيرف كده اسمه الانجل اوبزرفر. حلو. الراجل ضيق من فوق ونازل على واسع تحت. احنا كنا شايفين خلطناه بقدر، ليه يا دكتور؟ عشان هو من تحت مقفول بحاجه اسمها الحجاب الحاجز، الدايفريم. من فوق كده كده معدي فيه ستراكشرز، هنعرف قدام معدي فيه حاجات من الجهاز الهضمي وحاجات من الجهاز التنفسي، فهو يا دوب الفتحه على قدوم بس. الفقره الثوراسيك مميزه في العملي ان فيها حتتين من التكليم من هنا ومن هنا. حته متاكله من ترانسفيرس بروسيس وحته متاكله من البطن. طبعا ده اسمه ايه؟ ترانسفيرس بروسيس. الحته دي متاكله ليه؟ عشان ماسك فيهم الربس. الربس ماسكه ازاي؟ انا كده بص كده، لو تخيلت ان دي الفقره ايه؟ عارف انت ايه؟ ودي الاسترنومين. حلو؟ الرب ماسك كده يا جماعه. شفت المنظر اللي انا عامله؟ الرب مش ماسك كده، الرب ماسك كده. الحته ده ايه بتاعت الرب داخله لحد البطن، ما هياش ماسكه هنا. قلنا الرب كان بيتكون من الايه؟ جزء قدام، عشان الناس اللي ما حضرتش المره اللي فاتت، ده ناحيه قدام، يعني هيمسك في مين؟ استرنال. اسمه انتيريور اور استرنال اند. اسمه انتيريور اور استرنال اند. طب اللي ورا اللي هيمسك في الفقره ده اسمه الهيد، والبسبوس ده اسمه تيوبيركل. ده اسمه هيد، ده اسمه تيوبيركل، الكيرف ده اسمه الانجل. حلو كده؟ في الرب من تحت هتلاقي في حفره معدي فيها شرايين واورده واعصاب اسمها جروف، واللفظ ده هنسمعه كتير في المنهج. اي عظم او اي عضو طري لو عدى عليه شريان او وريد او عصب هيسيب مكانه تجويف اسمه جروف. التجويف ده هيبقى شايف واخد شكل الشريان بالظبط. زي ما قلت لك، لو جبت سيم ولا صلصال وجبت القلم اللي في ايدي ده واتكيت كده وشلت القلم، شفت اللي اتكون مكانه ده؟ ده اسمه جروف. طبعا في الرب هيبقى اسمه ايه جروف في العقل؟ كوستال جروف. اسمه كوستال جروف. شفت اللثه بتاعت الرب دي؟ هي السبب انك لو حسست على ظهرك هتلاقي ظهرك كان فين؟ في وسطهم العقل فقط. ظهرك مش مستوي، ظهرك عامل كده. ظهرك لو حسست هتلاقي في نص حته داخله لجوه اللي فيها السباين، اللي فيها العمود الفقري، الشوكه بتاع العمود الفقري، لكن على الجنبين حتتين عاملين كده. الحتتين دول سببهم ايه؟ بص ايدي كده، عشان الرب داخل لجوه كده. الرب مش ماسك كده، الرب داخل لجوه كده. يعني الهيد بتاع الرب بيخش لحد البطن. شايف المنظر؟ اهو. الهيد بيخش لحد البادي جوه. يلا نمشي بالترتيب بقى. همشي على عنوان عنوان. الاسترنم كانت ثلاث اجزاء. الكوربيره اللي فوق كان اسمها لو حتى حضر شطور مانيوبريم. مانيوبريم دي اسمها البادي، واللي تحت اسمها سيفويد بروسيس. حلو قوي زي الفل. يلا المقدمه. اولا هو بوني ستراكشر، بس هو مش بون بس، يبقى في جزء فيه غضاريف، فسموه اوستيو كارتلجنس. اوستيو تعرفين اي حاجه لها علاقه بالعظم اسمها اوستيو كارتلجنس. فلاتند انترو بوستيرو وراوندد على الاطراف. انا بوصف البني ادمين فاكيد مش هتقول نسيت الكلام ده. الراجل نارو اباف ووايد بلو، نارو اباف ووايد بلو. الابريتشرز او الباوندرز المحيطات بتاعه، محيطات القفص الصدري يا ابني من الحاجات اللي جوه. ايه اللي قدام؟ الاسترن. من فوق مين؟ مانيوبريم. ومن تحت زيفوي. مين من ورا؟ الفقرات الثوراسيك. من فوق الفقره رقم واحد ومن تحت الفقره رقم 12. مين على الجناب؟ الريبس. من فوق الريب رقم واحد ومن تحت الريب رقم 12. ارتكيوليشن. الريب ماسكه في مين قدام وماسكه في مين ورا؟ ماسكه قدام في الاسترن. ماسكه ازاي؟ اول سبع ازواج ماسكين كل واحد سنجل لوحده خالص وغضروف لوحده خالص، فكنا بنسميهم تروق اورتيكال ريبس.
الثلاثه اللي بعد كده كانوا بيمسكوا في بعض ويروحوا يمسكوا بحز واحد سميناهم فولس وساينتفيك ريبس. اخر الاثنين ما بيمسكوش في الاستبرم اصلا فسميناهم فري اور فلوتنج ريبس. طيب الريب بيمسك في مين ورا؟ في الفقر. الهيد في الهيد والتي في التي. الهيد في البادي والتي في التي. الهيد بتاع الريب بيمسك في البادي والتيوبيركل في الترانسفيرز بروسيس. ما تنساهاش لو سمحت عشان بيحبوه. الهيد ارتكوليت مع البادي والتي مع التي. وقتك تي مع التي مش فاكر مين التي والتي يا اختي. التي تيوبيركل بس في حاجه اسمها ترانسفيرز بروسيس. العضلات هنشوف بقى الصور بس كمان شويه كده هنشوف الصور اللي انا نزلتها لك امبارح. ثلاث طبقات من العضلات. اول طبقتين اوبليك هتعرف ايه اوبليك؟ ايام ال ايوه صح شفت كان ذكريات. اوبليك يعني مين؟ بصوا الايدي كده يا جماعه عاملين كده. بصوا الايدي اهو عاملين كده. الطبقه اللي بره عامله كده الطبقه اللي جوه عامله كده. الطبقه اللي بره نازله لتحت انفيرور ايه بس ناحيه قدام. دي نازله لورا بس لتحت برضه. فدي بيسموها اوبليك. بس اوبليك ازاي؟ انترو انفيرور. انترو انفيرور انما دي بوسترو انفيرور. شفت واخدين اتجاهات عكسيه ازاي؟ شايف ايدي واخدين اتجاهات عكسيه عشان يحزموا لك القفص الصدري ما يخلوش في حاجه تخش دي خالص. الخارجيه اسمها اكسترنال انتركوستال. الداخليه يبقى اسمها انترنال انتركوستال. وراهم طبقه كمان. الطبقه دي في كتب طبيه وساعات في الامتحان بيقولوا الاسامي اللي مش في الكتاب. الطبقه اللي وراهم اسمها انر موست انتركوستال. شفتوا التعبير؟ انر موست. خد بالك الانترنال انتركوستال هي انترنال بالنسبه لمين؟ للاكسترنال بس مش هي الداخليه. ده في واحده وراها كمان. ده في طبقه وراها كمان بيسموها انر موست او بيسموها ترانسفيرز ماسلز. ترانسفيرز. ترانسفيرز يعني ايه؟ ماشيه بالعرض مش اوبليك. دي ماشيه بالعرض. وماشيه بالعرض. خد بالك بقى عامله زي الستاير كده. الاثنين الاولانيين ماشيين من الرب للرب اللي تحت من الرب للرب اللي تحت من الرب للرب اللي تحت. ليه يا دكتور؟ عشان قلنا اللي شايف الاطراف دول وظيفتهم تنفس. فلازم بص 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 القصه دي مش هتدرسوها بس هقولها لك يعني. بيتعاملوا مع القفص الصدري ان هم يزودوا له مساحتين. بص كده ساعه ما الخارجيه دي تنقبض. حد خد باله ايه اللي زاد؟ الانترو بوستيريور والترانسفيرس. عشان كده هم مايلين. عارف هم لو كانوا كده يعني عارف هم لو كانوا عرضيين هم كمان كنت هتتنفس فوق وهو كده يعني عارف انت هتلاقي القفص الصدري بيعمل كده. لكن القفص الصدري بيعمل كده. شفتوا ده عامله ازاي؟ فالسبب ان هم اوبليك عشان يزودوا لك الاثنين مع بعض. لو كانوا ترانسفيرس ما كانوش هيعملوا كده. الخارجيه وظيفتها توسع القفص الصدري والانترنال وظيفتها تضيق القفص الصدري. فالخارجيه وظيفتها شقيق والداخليه الانترنال وظيفتها زفير. يبقى اول طبقه بره خالص اسمها اكسترنال انتركوستال اوبليك. ناحيه قدام يبقى انتيرو بس نازله لتحت اسمها انترو انفيريور. وظيفتها اكتف اسبيريشن. الاورجن والانسرشن. فاهمين انتوا يعني ايه اورجن والانسرشن؟ انا صيع بقى انا بقينا صيع بقى بنقى من الرب اللي فوق للرب اللي تحت. سيبك من التفاصيل اللي مكتوبه بقى. بنقى من عند اللاترال بارت اوف كوستال جروف اوف ريب اباف من هون يعني من هون من هنا هون هنا هو ده اسمه ايه بقى؟ الجزء الخارجي بتاع الكوستال جروث بتاع الرب الفوقاني. السوبيرور مارجن بتاع الرب التحتاني يعني الحز الفوقاني بتاع الرب ده من الرب ده ورا الرب اللي تحت. ما توجعش دماغك. لما تبقى تحفظ دي احفظ الثانيه هي سهله اصلا بس يعني خلينا واحده واحده. من الرب للرب اللي تحت. طيب اللي وراها اسمها انترنال انتركوستال. برضه طالعه من نفس المكان ورايحه لنفس المكان بس اتجاه حركتها مختلف. كانت ماشيه بوسترو انفيريور عشان تضيق القفص الصدري تبقى وقت الزفير. واحدة وقت الشهير واحدة وقت الزفير لكن الاوريجن والانسكشن زي بعض والاثنين اوبليك. الاتجاه المختلف اللي قدامانيها اسمها اللي بره انتيريور واللي جوه بوستيريور والاثنين نازلين لتحت فاسمهم انفيريور. لو شلت الطبقتين هتلاقي ثلاث عضلات في كتابك انت بس بالمناسبه يعني عشان كل الكتب الطبيه بتقول عليهم كلهم حاجه واحده. مجموعه من العضلات اسمها ترانسفيرس سوراكس. عارف دول بقى وظيفتهم ايه؟ دول مش بتوع تنفس. دول تقفيل. عارف انت عشان القفص الصدري ما يبقاش فيه فراغات. اللي بره دول هم اللي بيحركوا القفص الصدري فكان لازم يبقوا اوبليك. انا وريتك ليه اوبليك اهي. عشان هم لو كانوا بالعرض كنت هتلاقي القفص الصدري بيتحرك كده بس. لكن الطبقه الداخليه دي اسمهم ترانسفيرس سوراكس ماسل. اسمهم ترانسفيرس سوراكس يعني ترانسفيرس في السوراكس. او الاسم الثاني لو جه في الامتحان اسمها انر موست.
يعني لو قال لي عليهم هم بيبقوا ايه؟ بيبقوا انترنال بالنسبه للانترنال. مش احنا اكسترنال انتركوستال. انترنال انتركوستال ثم دول. دول توزيعهم ازاي بقى؟ مش من الرب للرب اللي تحت، لا دول من رب لكذا رب تحت. عارف حاجه لما تيجي بقى بتكيس القفص الصدري وتقفله فقمت طالع من الرب اللي هنا اهو وانت نازل لك تحت ربين ثلاثه ومقفل. عشان كده هتلاقيهم كلهم الانسرشن شبه بعض، يقول لك بينزلوا لتحت اثنين ثلاثه رب وبعد كده يمسكوا. طالعين منين؟ اسمهم بيعرفك طالعين منين. هم اسمهم كلهم الجروب كله اسمه ترانسفيرز مصر. بص الاسم وانت قول لي. الاولانيه اسمها ستيرنوكوستاليس. بدا منين؟ مكتوب في الكتاب كده بالنص وفي الورقه اللي هتشوفه. من الحته التحتانيه بتاعه الاسترنو، يعني من التلت التحتاني بتاع البادي والزفويد. رايحه لفين؟ كلهم رايحين نفس المروح بالظبط، نازلين اثنين ثلاثه رجل لتحت. اسمها ستيرنوكوستال. طب معلش لو سالتك سؤال قبيح في الامتحان، وان شاء الله مش هيتسال اسئله قبيحه يعني عشان ما يصحش في سننا ده. الاسترنوكوستاليس دي تبقى انتيرو ولا جوستيرو ولا انفيرو ولا ظروفها ايه؟ اسمها ستيرنوكوستاليس، ده انت هتخش النار بسكوتة. انتيرو بارت. اسمها ستيرنو يا اسطى. في واحدة اسمها ساب كوستاليس. ساب يعني ايه؟ تحت. يبقى بادئة من الجزء التحتاني من الرب. هتمسك في الرب اللي تحته زي اللي قدام، هتنزل ربين ثلاثة لتحت. أخيرا في واحدة اسمها انتر كوستاليس انتمس. انتر كوستاليس انتمس. دي ماسكة زي الاثنين اللي قدام من الرب الأباف بس مش للرب البلو، للربين ثلاثة تحت. استنى عشان هتهبط لغاية ما الورق يجي. بص كده. ادي رب وادي رب وادي رب. الطبقه الخارجيه اسمها ايه؟ سيرنال انتركوستال الخارجيه اوبليك ماسلز. بدأ من الرب الاباظه للرب البلو. انتهينا؟ انتهينا. طب لو شلتها الاقي تحتها طبقه بس ماشيه في اتجاه عكس بس من الرب الاباظه للرب البلو برضه اسمها انترنال انتركوستال. طب شلت الاثنين هلاقي ثلاث عضلات مع بعض عاملين جروب اسمه ترانسفيرس سوراكس ماسل او انرموست انتركوست. واضح الاسم انرموست عشان هي اللي جوه قوي. دول واحده بتبقى ناحيه قدام ماسكه في الاسترنو وبعد كده تكون نازله لتحت كذا ريب وتكون ماسكه فاسمها استرنو كوستاليس. واحده طالعه من الريب بس من تحت كده ونازله ثلاث اربع ريبات لتحت فاسمها سب كوستاليس. وواحده زي اخواتها ماسكه من هنا من الرب من عند الكوستال جروب عادي جدا بس نازله كذا رب برضه اسمها انتر كوستاليس انتمس. اللي خد باله الثلاثه دول في الجروب دورهم يكيسوا القفص الصدري، دورهم يقفلوه مش دورهم تنفس. فهنشوف في الورق حالا هتلاقي كلهم الانسرشن بتاعهم اثنين ثلاثه رب لتحت. طب والاوريجن من اسمهم؟ واحده اسمها ستيرنو تبقى طالعه من الستيرنو. واحده اسمها انتر كوستاليس يبقى بادئه من الرب نفسه انتر كوستال. واحده اسمها سب كوستاليس يبقى من الرب من تحت. انتهى القصة على كده. جزاك الله كل خير وجعلك من خير عباده واسكنك على مسيح جناته وكرمك زي ما كرم مطوع وفتحها في وش الثلاث غرف. افتح الورق كده بقى. افتح الورق بسرعه. بصوا لو اتصبح كده بسرعة يا جماعة عندي عينيك بسرعة. هما مدبسينه غلط؟ العادي يعني. هات كده عند الجزء بتاع العضلات مش عارف هو صفحة كام تقريبا الثانية ولا حاجة. اقرا العضلات عشان دي الجزء اللي بيلخبط وصورتها هنشوفها على الموبايل حالا القصة انتهت. هتشوفها على الموبايل هتلاقي القصة انتهت. اسمعني يلا. ثلاثة جروب وفي بصل، شفتوا كلامي واضح اهو، ثلاثة جروب. اكسترنال انتركوستال وراها انترنال انتركوستال وراها ترانسفيرس مصل أو بيسموها الانر كوستال. الاكسترنال والانترنال الاوريجن والانسرشن زي بعض من الرب الاباف للرب البيو، متفقين كده؟ والاثنين اوبليك والاثنين نازلين لتحت انفيرو، بس واحدة الخارجية انتيرو والثانية بوستيرو. الخارجيه بتاع انسبيريشن والداخليه بتاع اكسبيريشن. الترانسفيرز جروب بصوا في الانسبشن بتاع الترانسفيرز جروب هم مكتوبين جنب بعض بصوا كده بالعرض. بصوا في ايه؟ بصوا كده يا جماعه في الانسبشن بعينيكم
هتلاقي الثلاثة مكتوب جنبهم ايه؟ ان كلهم بينزلوا 2 3 ريب لتحت. طب بديل منين؟ الاسم اللي اسمها ستيرنوكوستالس بدأ من الحته التحتيه بتاع الاسترن، اللي اسمها سبكوستالس من الرب من تحت، اللي اسمها انتركوستالس انتروس اسمها انتركوستالس اللي بادئه برده من الرب. تعالى معايا خد بالك من صورك عشان في ناس لسه ما خدتش بالها. يعني احنا خدنا المقدمه المحيطات الارتكيوليشن عارفينها كويس، الاعراض الثانيه كاسامي احفظ لي الاسامي بس زي الشطور يا سهله خالص. اكسترن انترنال وثلاثه ترانسفيرس، الثلاثه اسمهم ستيرنوكوستالس سبكوستالس وانتركوستالس انتراس. انتراس يعني داخليه خالص. طيب في عنوان لطيف، بص لي على السبوره، بص لي على السبوره، اسمه انتر كوستال سبيس. بصوا لي كلكم، اسمه انتر كوستال سبيس. المسافه بين الجذور في كم مسافه؟ 11، لان في كام رب؟ 12. المسافه دي قدامها ايه ووراها ايه؟ بصوا لي كده، قدامها الجلد والفشيا، قدامها سكين وفشيا، يعني سكين سوبرفيشال فشيا دي فشيا، وراها ايه؟ وراها الاعضاء. بصوا بقى اللعبه جايه ازاي. الاعضاء قلب ورئتين، الرئتين طبعا اللي واخده المساحه الاكبر، الرئتين متحوطه بانشاء اسمه البلورا. البلورا طبقتين، اللي نازل في الرئه مباشر لو فاكرين اسمه فيسرال، راحت بره اسمه بريه. فانا لما اقول لك المسافه بين الضلوع، بص لي كده، قدامها ايه؟ سكين وفشيا، وراها ايه؟ وراها البلورا. بس انهي طبقه البلورا؟ البرايت يا بين، الفيسرال دي اللي لازقه في الرئتين البرايت. ما بينها وما بين البرايت ده البلورا في فشيا خاصه اسمها اندو ثوراسيك فشيا. اسمها اندو ثوراسيك فشيا. يبقى تاني، المسافه بين الضلوع انتر كوستال سبيس، قدامها سكين وفشيا، سهله دي، قدامها سكين وفشيا. وراها البرايت البلورا الطبقه الخارجيه خالص. ما بينها وما بين البرايتال بلورا في حاجه اسمها اندو ثوراسيك فاشيا. اهم سؤال امتحان، فاكرين كوستال جروف؟ احنا قلنا الجروف ده دايما بيبقى نتيجه ايه؟ معدي شريان اولين، معدي في كل جروف وبالتالي يبقى في كل سبيس شرايين واورده واعصاب. ترتيبهم ازاي؟ من فوق لتحت الفين اللي نيسي، اعلى واحد الفين يعني الاركي يعني الهنا. اللي هيبص في الصور اللي انا نزلتها لكم امبارح هيلاقي لون واضح قوي، هتلاقي لون ازرق بعد كده احمر بعد كده اصفر. لو حد شاف الصورة يعني على الموبايل هتلاقي ازرق اللي هو الفين هو اعلى واحد، يليه احمر الشريان، واللي تحت خالص اللي في الكوستال بروف تحت خالص النيرف العصب. كده بقى يعني عينين وخمسة. بص بقى كده اصفر، يعني انت لو شفت حاجة بالثوراسك كله هو مش كبير. انت عايز تقف عند المصل اللي مش متخيلها هتشوف الصور، هتشوفها في اخر حصة عشان ما تقفش حصة كتير. ولا تصبر، كله بص لي على السبورة بقى. بصوا يا دكاترة. الانتيرور غير البوستيرور. ليه بقى؟ بص كده اللعبه. القلب بيضخ الدم لكل مكان في الجسم عن طريق شريان اسمه ايه بالعربي؟ الاورطه. بصوا كده القلم انا اللي بعمله لك ده حقيقي تمام. الاورطه بتطلع من ناحيه الشمال. يقوم لافف بالمنظر ده ويعمل هنا حاجه اسمها ارش اوف اورطه. ارش. ارش يعني كده بتسموه في ارش. هو بيطلع كده وبيعمل كده. لو ركزت في الارش اوف اورطه ده، بص كده، الارش اوف اورطه ده اللي بيطلع شرايين للمخ وبيطلع شرايين للابر لمب. الشرايين اللي رايحه للابر لمب بص طالعه من الارش معديه للابر لمب من تحت عظمه اسمها كلافيكل. فشريانين يمين وشمال اهو شايفهم؟ اسمهم سب كليفيان. عرفت الاسم جه منين؟ بصوا هو لافف كده ومطلع شريان كده وشريان كده. رايت سب كليفيان وليفت سب كليفيان. الناس دول بتدي للابر لمب. ابر لمب بس؟ لا. وبيطلع منهم شريان. المنظر اللي على السبوره ده الحقيقي بالظبط وهتلاقوه في الصور والرسومات هو هو. بينزل منهم شريان يغذي السوركس من قدام. اسمه ايه الشريان؟ مش صعبه بقى. انترنال ثوراسيك ارتري. اسمه انترنال ثوراسيك ارتري. طيب كمل لي كده مع الاورطه، بص لي عشان تتخيل. الاورطه بعد كده بيلف يعمل حاجه اسمها ديسندنج. ديسندنج يعني ايه؟ اللي بينزل ديسندنج في السوركس يخرج من حجاب الحاجز ويكمل ديسندنج في الابدون عشان يكمل لبقيه الجسم. بينزل ديسندنج ورا، يعني عارف انت بيعمل ارش كده ويقوم نازل لورا في ظهره. عشان كده من بدري خالص اهو السوراكس من ورا متغذي من الثوراسيك اورطه ذات نفسه وهو نازل. لكن الانتيرور متغذي بالشريانين اللي نازلين من الاسمر دول. اسمهم ايه بقى الشريانين اللي انلقط؟ انترنال ثوراسيك ارت اللي هو فرع من مين اصلا؟ سب كليفيان. همشي بالترتيب بقى براحتك. بصوا بقى كده، بصوا قبل ما تبصوا الورق، الورق سهل خالص والله.
ادي الانتيريور ارتريز وفينز، وادي البوستيريور ارتريز وفينز. تعال نخلص البوستيريور الاول سهل قوي. البوستيريور مين الشريان اللي بيغذي الجزء البوستيريور في القفص الصدري؟ ديسندنج ثوراسيك اورت. سيبك من اسم الترانك اللي مكتوبه دي، الترانك دي يعني تجمع كذا شريان مع بعض اسمها كوستو سيرفايكال ترانك. مش وقتها الاورده اسمهم ازيجوس وهيمي ازيجوس، دول اللي بيجمعوا الدم ويودوه على وريد الاجوف في العين. لو سمعت الكلام ده يبقى اللي ورا بتغذي حاجه اسمها ديسندنج ثوراسيك اورت. السن الفراسي الاورطة بيدي فرع لكل سبيس، فرع لكل سبيس ده كام فرع؟ 11. مين الاوردة؟ ازيجوس وهيمي ازيجوس. طب تعالى الانتيب، مين الشريان اللي بيغذي الجزء الانتيب؟ اسمه ايه؟ انترنال ثوراسيك. كان فرع من مين ده؟ من الصفر كلينيك. الراجل بيدي برانشين لكل سبيس مش واحد، قدام بيدي كام؟ لو شفتوا الرسمه هتلاقيه واضحه قوي، هتلاقيه عامل لك الصاب كليفيا في الصور اللي انا منزلها لكم. لازم لها انترنال ثراسك، وكل انترنال ثراسك في سبيس بيدي 2 2 2 2 2 لغايه المسافه التاسعه. ال 10 وال 11 لا ما بيدهمش اصلا. يبقى من ورا انت بتدي كل السبيسز، حلو؟ من قدام انت مش بتدي كل السبيسز، بتدي اول كام؟ 9. كام فرع؟ 2 في كل سبيس. دول جم منين؟ من شريان اسمه انترنال ثراسك. لما جيت ادرس الانترنال ثراسك لقيت الحياتي هو برانش من شريان اصلا اسمه سب كليفيا، لقيته بينتهي عند المسافه الثابته اصلا اساسا وبيكمل بفرعين، في فرع اللي مكمل معانا ده وفرع جاي رايح لحته ثانيه. الفرع اللي مكمل معانا ده بيكمل لحم الحجاب الحاجز بيسموه ماسكولو فرينك. اي حاجه لها علاقه بالحجاب الحاجز اسمها فرينك، حتى العصب اللي بيغذي الحجاب الحاجز اسمه فرينك. انما الثانيه اسمه سوبيريور ايبيجاستيك. انا تهت تعالى همشي خطوه بخطوه. مكتوب في الكتاب الاتي بلاد سبلاي اوف ثوراسيك وول. الثوراسيك وول جزء قدام وجزء ورا، وانت عارف ان ورا اطول من قدام، كانت باينه من الحصه اللي فاتت. قدام بص كده مكتوب الاتي، قدام شريانين في كل سبيس لغايه السبيس التاسعه. السبيس العاشره وال11 ما فيهمش شرايين من قدام. متفقين كده؟ حلو. مين الشريان اللي بتغذي بقى؟ هو شريان اسمه انترنال ثوراسيك. الراجل ده بنفسه بيدي البرانشين لغايه المسافه السادسه. بعد كده السبعه والثامنه والتاسعه مش هو بنفسه، فرع منه اسمه ماسكولو فرينك. لان الراجل نهايته عند المسافه السادسه. فهتلاقيه كاتب لك الاكل في الكتاب، يقول لك اول ست مسافات، اول ست سبيسز متغذيين ببرانشين من الانترنال ثوراسيك اتسلف. الثلاث مسافات اللي بعد كده واخدين برانشين من فرع منه اسمه ماسكولو فرينك. طب اخر اثنين مش واخدين اصلا، مفيش. الاورده بنفس الاسم بتاع ما كتبتهاش. زازين يعني شفت اسم الشرايين؟ اعكسوا اسم الاورده. يعني انت بادئ هنا من ماسكولو فرينك يبقى الاورده اسمه ماسكولو فرينك. يتجمع في انترنال ثوراسيك، يتجمع في صوت الفين، فاهم انت؟ فاسمها زازين مش هيسالك فيه. طب ورا؟ لا ورا الموضوع اسهل. ورا احنا بنتغذى من الديسندنج ثوراسيك اورطه ذات نفسه، من غير فروع بقى ولا مدينين خلاص، منه هو ذات نفسه. طب والاورده؟ الاورده هم اوردين اسمهم ازيجوس وهيمي ازيجوس. اسمهم ازيجوس وهيمي ازيجوس. طب ورا يا دكتور بيدي كل المسافات؟ اه مش زي قدام. ده احنا بندي دلوقتي المسافه كام؟ التاسعه ال 10 ال 11 ما بتاخدش، لان ورا بياخد كل المسافات عليه. دي حاجه اسمها البلاد سبلاي اوف ذا ثوركس. مره اخيره. من قدام. اثنين في كل سبيس لغايه السبيس التاسع على 10 11 لا. جايه لهم منين؟ من شريان اسمه انترنال ثوراسيك لغايه المسافه السادسه بنفسه. بعد كده فرع منه اسمه ماسكولو فرينك. اسمه ماسكولو فرينك. عشان رايح للعضلات بتاعت البطن بالمناسبه ورايح للديافريم. ماسكولو للعضلات، فرينك يعني الديافريم، حجاب الحاجز. الاورده بنفس الاسم. طب ورا من الديسندنج ثوراسيك اورطه. بيدي في كل سبيس؟ اه بيدي كله لغايه ال 11 عادي جدا ورا. الاورده اسمها ازيجوس وهيمي ازيجوس. اسمهم ازيجوس وهيمي ازيجوس. اخر حاجه عشان ما خلصنا الثوراسيك كله. نرمي صبر. اللي مركز احنا مش بنحكي حاجه المفروض تفهمها. حاجه المفروض تتخيلها، شوفها. عشان كده الصور هي اللي هتنجز لك الموضوع ده للصبح. فهخلص وانا اسم الصور واقول لك الصوره دي ايه واوريها لك بعيد. النرف صبر بقى. احنا خدنا في السيرش ده الموضوع المفروض يبقى سهل.
الاعصاب بتطلع من مكان بالايه؟ هو الاعصاب كانت يا سنسوري يا موتور. الموتور طالعه منين؟ يعني يا اما من برين يا اما سبايرال كورد. مين اللي منتشر اكتر؟ طبعا السبايرال كورد عشان هو قريب من معظم الجسم. فطالع سبايرال نيرفس عصب يمين وعصب شمال. حلو؟ معروف عن الحبل الشوكي، طبعا الحبل الشوكي اسمه سبايرال كورد. انتوا عارفين دي اصلا؟ اسمها سبايرال كورد. بيطلع عصب يمين وعصب شمال. وكل في فلك يسبحون. بيطلع منه اعصاب اسمها سوماتيك باين اللي رايحه السكيتال ماسل، بيطلع منه اعصاب اسمها اوتونوميك اللي رايحه للسموث ماسل او كاردياك ماسل او كده. السوماتيك بتطلع من حته اسمها الانتيريور، لكن الاوتونوميك بتطلع من اللاترال. ده كلام مش هقوله دلوقتي، هخليه للفيزيولوجي بعدين، بس بقى عارف بس الاسم عشان انت بتقرا. بتلاقي كده طلع من الانتيريور، انتيريور ريمال مش رامي، اسمها ريمال عشان كده سال انتيريور رامي. مين رامي اللي طلع منه دي؟ انتيريور ريمال. لا انا مش قادر، مش قادر بصراحه. بص مش قادر. بص كده، ده شرط الحبل الشوكي حاجه. بص الحبل الشوكي لو حد فيكم راح منه نظيف بيبقى فيه اسانسيرات مدوره كده عسل، لو عارف انت لما تشوف مدينه وعم تطلع فيها تكفي العينين. في ثلاث اسانسيرات جوه الحبل الشوكي، واحد قدام اسمه انتيريور، واحد ورا اسمه بوستيريور، واحد في جنب اسمه لاترال. لو انا قطعت الحبل الشوكي بص كده وريته لك كده هيبان منهم ايه؟ الحاجز هيتكلمك. فيقول لحضرتك كل حته في الحبل الشوكي مطلعه عصب يمين وعصب شمال. كل عصب له مدخل ومخرج. عارف ليه؟ له مدخل عشان القفل اللي جاي يبلغ، له مخرج عشان يفرق انت اللي رايح ايه يعمل شغل زي ما بيقول كده. طيب اي عصب سوماتيك يعني ركز كده مثلا بيطلع من هنا. الكلام ده فاهمه كاني ما قلتش حاجه. انا قلت له بيطلع من هنا. مناخ الفسيولوجي هعرفك عشان بقى ما نقفرش على كده. المهم الحبل الشوكي موجود جوه العمود الفقري، حصل فبتقسم سيرفايكال، ثوراسيك، لمبر، ساكرا وهكذا عدد كده. وسبحان الله الثوراسيك 12 زيهم زي العمود الفقري بالظبط. ففي 12 ثوراسيك سيجمنت، يعني 12 حته في السباينال كورد ثوراسيك. فمطلعين كام عصب؟ 12 بيت، كل واحد يمين واحد شمال. متقسمين ازاي؟ بالثالث للسادس اسمهم تيبيكال. ليه يا دكتور سموهم تيبيكال؟ عشان دول اللي بيغذوا القفص الصدري فعلا وبيغذوا منطقه السوركس. باقي ايه بقى؟ واحد واثنين. واحد ده بيروح للنك واثنين للابر ارم اللي هو الابر لمب يعني. خلاص؟ واحد بيروح هنا واثنين بيروح هنا. باقي مين؟ من 7 لحد 11 او لحد 12 دول رايحين للابدون. عرفت ليه سموهم 3 6 تيبيكال؟ 3 6 هو بتوع المنطقه اللي احنا فيها. واحد واثنين يقول فين؟ للي فوق المنطقه اللي احنا فيها. يبقى النك والابر ارم. طب من 7 لحد 11 ولا 12 رايحين لفين؟ للابدون. مطلع اعصاب ايه الحبل الشوكي؟ مطلع كل انواع الاعصاب. مطلع اعصاب سوماتيك عاديه جدا اللي انا بحكيها دي، رايحه للعضلات بتاعت البطن وعضلات الرقبه وعضلات الايد. مطلع سمباثيك اللي هو الاوتونوميك، يعني مطلع اوتونوميك في المنطقه دي. وفي سنسور في المنطقه دي بيروح له، لان ما سمعش بيطلع زي الكتاب بتاع الانف بيكاتب عشان عين. هو مش بيطلع، السنسور بيروح لحد عنده، والسنسيشن بيروح من عنده لحد عند النقطه دي. بص لي في الورق بقى اللي معاه ورق. انت فاهم ان هو اصلا الاب والابر ليمب بيروح لهم هنا بس؟ انا بقول لك على اللي هنا بيروح لفين؟ ده لسه كل حته بيروح لهم كذا مكان عشان ربنا من رحمته لو في حاجه وقفت الحياه ما بتقفش. عندنا بديل 2 و3 و4 و5 و100. طيب حد بس حد يبصبصني كده معانا. هو لا هو يبصبص معانا. بص معانا. بصوا يا جماعه يلا بسرعه بقى عشان ما ياخدش وقت في المذاكره ان شاء الله. هاتي اول صف الاول. اصل ده اللي بيستصعبوه اصعب جزء. طب ما هنقراه مش هاخد منك وقت في المذاكره ان شاء الله. ثوراسيك وول فلاتند انديو بوستيريور وراوندد على بوث سايد اظن ده مفهوم. الفورميشن على الشمال مكتوب ستيرنر والريبس والفيرتيبي. طبعا مكتوب ما بين قوسين كده ان ما بين الريبس وبعضها حاجه اسمها انتركوستال سبيس. اوستيو كارتريجنس عارف. نارو اباف هو بلو عارف. ماتش لونجر ورا اكتر من قدام عارف. اجزاء الاسترنم مانيوبي بادي والزيفويد بروسيس.
معايا لغايه دلوقتي؟ طيب الابريتشرز، الابريتشر سوبيريور وانفيريور. سوبيريور مين قدام؟ المانيوب. مين على الجناب؟ على السايز ميديال مارجن اوف فيرست ريب اللي هو الفيرست ريب بيحمي. مين ورا؟ بوستيريور تي 1. نفس القصه انفيريور، انفيريور قدام السيفويد بروسيس ورا تي 12 على الجناب الضلع ال 11 وال 12، مفهومه؟ دي مش محتاجه مذاكره يعني. ارتكيوليشن قدام، انا هكتب لك فاكر انواع الريبس مش هكتبها تاني بقى. ان اول سبعه ماسكين بكوستال كارتلج، الثلاثه اللي بعد كده ماسكين بكوستال مارجن، الاثنين اللي بعد كده مش ماسكين اصلا. طب من ورا قلناها الهيد ماسك في البادي والتي في التي. التيوبيركل ماسكه الترانسفيرسال، مش الكلام سهل لغايه دلوقتي. انتركوستال سبيس ماشي فيها نيرف وارتري وفين ماشي. في حفره اسمها كوستال غرور بتاع الرب الفؤادي، يعني هي ماشيه في كوستال غروف التحتاني بتاع كل رب، يعني ده الرب اهي هي ماشيه في الحته التحتانيه منه، ده معنى الكلام. بس مش ده اللي يهمني، اللي يهمني ترتيبهم. ترتيبهم ايه بقى؟ في الصدر اللي تحته علم جنبها، دي مهمه قوي في الامتحان. فين فين ذن ارتري ذن نيرف، واضحه؟ فين. طيب سوبرفيشال تو انت، انا بتكلم على المسافه بين الجروع، مين اللي قدامها؟ بالترتيب من بره لجوه من اخر السطر. سكين سوبرفيشال فاشيا ثم ديب فاشيا. طب ايه وراها؟ وراها فاشيا جديده كونكتيف تيشو جديد يعني اسمه اندوثوراسيك فاشيا، فاصلها عن مين؟ مين اللي كان وراها؟ الغشاء اللي بيحوط الرئتين البلوره، انهي حته في البلوره الخارجيه؟ اكيد اللي هي البرايتال بلوره، مفهوم يا دكاتره؟ العضلات بترتبهم اكسترنال انتركوستال، بعد كده انترنال انتركوستال، بعد كده ترانسفيرسال سوراكس او ترانسفيرس ثوراسيك ماسلز او اسمهم انر موست انتركوستال. كل فاهم الاسم جه منين؟ هما اللي جوه خالص. نبدا يا سيدي الاكسترنال الاوريجن طلع من اللاترال ايدج اوف كوستال جروب بتاع الريب اباف. كل ده على العين راسي، واهم حاجه من الريب اباف. مش احنا قلنا الكوستال جروب بيبقى تحت في كل ريب، فهي طالعه من عنده للريب بلو. الانسرشن رايحه لفين؟ للسوبيريور مارجن بتاع الريب بلو، يعني الحز الفوقاني بتاع الضلع التحتاني، يعني البلد اللي طالعه من تحت في الضلع اللي فوق للحز الفوقاني بتاع الضلع اللي تحت. الاكشن بتاعتها بتاعت الاسبيريشن علم عليها بتاعت شريط كانت بتيجي في الام اس كيو. ماشيه ازاي؟ اوبليك انترو انفيل. سيبك من السطر اللي تحتها دلوقتي. اقلب الانترنال، ها الاوريجن هو هو. حد فاكره؟ الجزء التحتاني بتاع الريب اباف. طب والانسيرشن هو هو الحز الفوقاني بتاع الريب بلو، لكن المره دي الاكشن ايه؟ بتاعت اكسبيريشن يعني زفير. ماشيه ازاي يا دكاتره؟ اوبليك بس المره دي بوستر وانفيل. خلاص؟ سيبك من الصدر اللي تحتها برضه دلوقتي. الترانسفيرس ثوراسيك ثلاثه اسمهم ايه قدامك؟ سب كوستالس، انتر كوستالس، انتراس، تيرمو كوستالس. عايزك زي الشطور تبص على الانسيرشن. هتلاقي الاولانيه على الشمال مكتوب كروس سبيس واحد واثنين وثلاثه، وتنزل للرب الثالث ولا الرابع اللي جنبها، هتنزل للرب الثاني ولا الثالث اللي جنبها، هتنزل للرب الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس. كلهم مش زي اخواتهم الاولانيين، اخواتهم الاولانيين كانوا الرب اباف للرب بلو. ليه؟ عشان وظيفتهم يحركوا كل مسافه القفص الصدري يتحرك في التنفس، انما دول بيكيسوه، عارف انت؟ بيغلبوه. فهتلاقي كل واحده طالعه من مكان ونازله ربين ثلاثه اربعه خمسه سته لتحت. مش مهمين في الامتحان على فكره، بس عشان نبقى مذاكرين كل حاجه. طب الاوريجن من الاسم بقى، في حاجه اسمها سب كوستالس. سب كوستالس بص طالعه منين؟ من الانترنال سيرفيس اوف ذا ريب نير اتس انجل من تحت. اللي جنبها انتر كوستالس طالعه من كوستال جروف. طب اللي جنبها اسمها ستيرنو كوستالس، ستيرنو تبقى طالعه منين؟ من الدلت التحتاني بتاع البادي والزيفود، يعني من الاسترنو من تحت. طبعا الاسترنو تبقى انتيريور بجد. الانتيرور في الجروب ده الانتر كوستالس انتمس، هي اللاترا اللي على الجنبين دي تعتبر على فكره اللي ورا الاكسترنال والانترنال مباشر. لو ركزت حتى هتلاقي الاوريجن بتاعها شبههم بالظبط. تقرا كده بعينك هتلاقي نفس الاوريجن بتاعها. يعني انت بالظبط بص كده لو شلت هتلاقي اكسترنال زين انترنال زين الانتمس دي. وبعد كده بقى هتلاقي قدام في واحده اسمها ستيرنو كوستالس، في واحده تحت طول اللي طلعت اسمها سب كوستالس. البلاد سبلاي عمل ساعد بعض. في شريان اسمه انترنال ايه؟ ثوراسيك. طالع من شريان اسمه سب كليفيا ماشي داونورد اند فيرتيكال، اظن واضحه ايه داونورد يعني تحت وفيرتيكال راس اهي. شفت؟ ما انت لو فاهم الوصف يعني شفته بعينيك مش هتحتاج تقرا اهو، نازل اهو الخطين اللي نازلين دول.
بينتهي عند المسافه السادسه بانه يدي فرعين، فرع اسمه سوبيريور ايبيجاستريك، والفرع اللي هيكمل معانا اسمه ماسكول فريمز. طيب قدام وورا، قدام شريانين في كل سبيس، شفتوها لحد المسافه التاسعه نوت ان 10 و11. طيب اول سته كانوا جايين من الشريان الانترنال ذات نفسه، لكن اللي تحت السته طالعين من فرع منه اسمه ماسكولو فرينج، انا رسمها لك قدامك. طب الاورده بنفس الاسم، ايه اللي الصفحه ورا الموضوع اسهل. اول اثنين من سوبيرو انتركوستال ارتري كانك ما شفتش الكلام ده تكبر دماغك. التغذيه الرئيسيه من الديسندنج ثوراسيك اورتا، شفتوها؟ من ديسندنج ثوراسيك اورتا. اول اثنين عشان قريبين من النك فبياخدوا من شرايين هناك في جذع كده في تجمع شرايين اسمه كوستو سيرفايكال. شوف الاسم اسمه ايه؟ كوستو سيرفايكال. لكن المين الاساسي هم التسعه كاملين بياخدوا من ديسندنج ثوراسيك. الاورتا اسمها ازبوس وهي هيمي ازبوس. النيرف سبلاي 12 فيرز من السباينال نيرفز. احنا قلنا ان السباينال متقسم زي العمود الفقري هنا. طالعين من الانتيريور ريماي مش رام يعني. من تي 1 لحد تي 11 بيسموهم انتر كوستال. تي 12 بيسموه سب كوستال نيرف. شفتوا الاسم؟ من تي 1 من تي 11 اسمهم انتر كوستال. انما تي 12 ده هو مش ما بين ضلعين. فاسمه ايه؟ سب كوستال نيرف. متقسمين ازاي يا عم؟ طبعا في منهم موتور، في منهم سنسوري، في منهم سمباثيك. يعني بيبقى في منهم سوماتيك واوتونوميك وفي منهم سنسوري. مش انواع الاعصاب سنسوري وموتور، والموتور سوماتيك واوتونوميك في كله. حلو كده، حلوه الصيغه، في كله. اللي يهمني في الامتحان بقى كلاسيفايد انتو دي. الثالث والثاني من الثالث للسادس اسمهم تيبيكال، الباقيين اتيبيكال. الاول والثاني اتيبيكال والسابع ل 11 اتيبيكال. رايحين لفين مكتوبين تحت. طبعا ال 12 بتسمي ايه قدامك؟ سب كوستال. من الثالث للسادس طبعا سيبك من ماشيين ازاي دي مش عايز اعرف. انا مش عايز اعرف، المهم ان هم بيغذوا السوركس وخلاص. طب الاتيبيكال الفيرست بيروح في عقده هنا اسمها بريكيال بلكسس، حفظتها حفظتها ما حفظتهاش لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هجيبها لك في سؤال يعني مش هفوتها، فاكر ان انا هفوتها؟ هحفظها لك بس بطريقتي يعني ما توجعش دماغك. السكند رايح للابر ارمي، طب من 7 ل 11 رايحين لفين؟ للابدومين. بس شكرا سيدي. نعم. يعني اصلا حتى لو فرطتوا مني ابقى اكمل بعد الاناتومي والخميس مش قصه عادي. بكره بيتعمل ايه عشان الناس انا ما رضيتش وانا بكتب لكم المراجعه اكتب كلمه مراجعه عشان في ناس فاهمه ان المراجعه يعني هدوء بسرعه او المرور المهم. لا انا مراجعتي بجيب بالصفر. ما تشغلش بالك بده يعني. ثانيا بكره هعمل ايه؟ انا هطلع عيب ام المنهج واحل اسئله في نفس الوقت. على حسب الضغط. واقف عليك مش عليا انا مش هيرمي معلومات واجبه بس فاكر تذاكر. احنا مش هنطلع غير واحنا قادرين المنهج. فنلم بقى اللي احنا هنعمله هنا احسن ان انت هتعمليه في 10 سنين دي. فاحنا مع بعض غير ما نخلص. مش حاطط يعني الطبيعي ما تطولش في الفيزيولوجي يعني. الاناتومي ممكن مثلا اطول في السيكا بس عشان اتكلم على الفصل من شويه بخلي القصه بدري شويه. بص يا سيدي. طب نخلص النهارده بعد كده نعمل الساعه كام؟ سكين اند فاشن. قصه سهله. اي حاجه لها علاقه بالجلد اسمها ديرما. عشان كده يقول لك عشان تعمل عمل متكامل والكمال لوحده كان لازم تجيب اللي هيشتغل وتجيب اللي هيشتغل الشغل. داخل لكم في الاستولوجي شابتر اسمه سيتولوجي. ما بعد السيتولوجي ده انا هحكي على السبوره ده. لازم فريق الشغل وفريق الاعداد. فريق الشغل في الانسجه اسمه ايبيثيليوم. ايبي يعني اهو. ده النسيج اللي موجود في السطح على كل اعضاء جسمك عشان يعمل الوظيفه. في الهيستولوجي يقول لك نسيج ما بيروحلوش دم ولا بيروح له اي حاجه اصلا عشان يركز في وظيفته. في ظهره اللي بيخدم عليه فريق الاعداد اسمه النسيج الضام كونكتيف تيشو. فالكلام ده مطبق على كل حاجه في جسمك، تعمل طبقه على الجلد. في الجلد في طبقتين، الطبقه الخارجيه اسمها ايبي ديرمس. لو جيت توصفها هي عباره عن ايبيثيليوم. والايبيثيليوم ده عباره عن خلايا يعني. لو بتوفي التبك سيلولار ليه؟ ماشي. بيبقى سن في اي حته الا البلمر سور.
اظن انت عارف البلز والسول بيبقى سلك خالص او حراشيف او بلا مال. طبعا بيبقى سلك في الراجل عن الست اكيد يعني، اذا هي ما كانتش ست قوي يعني. الطبقه الداخليه بيسموها ديرمس، ده عباره عن ايه؟ كونكتيف تيشو، في كل ما لذ وطاب. في اوعيه دمويه بلاد فيسل، عارف بقى شرايين واورده والكلام ده. فيها اوعيه لمفاويه بتفتك فيسل، فيها نيرفس، فيها خلايا مناعه، فيها كل اللي يخدم على الاخ اللي فوق ده. يبقى الديرمس تحتها ديرمس، تحت الديرمس حاجه اسمها الفاشيا اللي هنحكيها كمان شويه. فالترتيب سكيل، الديرمس ديرمس ثم كل ما تحت الديرمس يسمى سبكوتينيوس. كلمه سبكوتينيوس يعني تحت الجلد. عارف بقى تحط حاجه تحت الجلد يعني تحت الديرمس. خلاص؟ عارف ليه؟ الديرمس فيه اوعيه دمويه بس مش قد الاوعيه الدمويه اللي هتبقى تحت الجلد فبتيجي جدا. انا عايز امتص من جوه المميا. قال لي الديرمس طبقه خلويه. بتبقى السن في كل حته ما عدا البلط والسول. تبقى في السن في الراجل عن الست. الديرمس كونكتيف تيشو فيه كل ما لذ وطاب. في حاجه اسمها اسكين ابلنش. هل يا ترى الجلد هو عباره عن غطا بس بالجسم شكله من اوله لاخره؟ لا، ساعات بيبقى فيه بروزات. البروزات دي اربع حاجات وده سؤال اني وريت توقعوه في الامتحان. عد عد لي يا ابني السكين ابلنش. الهير، النيل، سويت جلاند، سبيشالز جلاند. طبعا الاسامي سهله، غير شعر بالانجليزي. نيل يعني الاظافر، سويت جلاندز الغدد العرقيه، سبيشالز جلاند الغدد المعفنه. الهير شعريه عامله كده، عباره عن دراع اسمه شاف. يا حمد لله على السلامه. وكعبيره اسمها بصيله الشعر. هير فوليكل، الهير فوليكل فيها من تحت جزء مقعر. شايفه مقعر؟ اوكي. لو مش عارف انت مقعر اسمها كونكيف. دوت اسمه هير بلب. في وسطه بسبوس. في وسطه في بروز مضبوط كده، ده اسمه هير بابيلي. والتاني الشعر عباره عن شاف وفوليكل. الفوليكل يا حته مقعره اسمها هير بلب، ده الاماكن بتاع دخول التغذيه. اعتقد انكم كنتوا بتتفرجوا على الاعلان بتاع زين دابر امله بقى والحاجات دي، عارف انت؟ تلاقي اي حاجه داخله تلاقيها داخله من النص من شعرها كده ومطلعه لغايه ما تطلع من بره من الشفه. ده مكان الدخول اهو، ده بوابه الدخول. بوابه الدخول في بصيله الشعره الحته المقعره القبه المقعره دي اسمها هير بلب. في وسطها المكان اللي هتدخل منه اي تغذيه للشعريه اسمها هير بابيلي. خلاص؟ عشان كده معظم اللي بيحطوا كريمات اصلا لو هو اصلا ما دهنهاش جامده وما خدش حاجه هو سهل. هو كده عارف انت عمليه ايه العظام؟ لازم تنزلها تخش من تحت. انت بتدخلها من فوق ازاي يعني؟ فاهم انت هتدخلها في الشكل من فوق ما بتخشش؟ والله ما بتخش. ده لما كان في شعر يعني. يبقى شاف وفولي، الفولي كان فيه. هير بابيلي ده مكان دخول النيوترنس. ايه الاماكن اللي ما فيهاش شعر لو انت بني ادم زينا ما انتش فيه مثلا؟ البلط والسول، السايد اوف فينجر وتوس. اطلع على طول كده، البلط والسول، السايد اوف فينجر وتوس، ده اللي خلي بالك الدورزال سيرفيس عليه. الدورزال عندي انا في شعر غالبا اهو اكيد عندكم، انما السايدز لا. زائد الاماكن التناسليه، جلانس فينس، طرف العضو الذكري، والكليتوريس، حاجه اسمها البظر في الفينيل، الاثنين ما فيهمش. دي ما فهمش معظم حاجات اللي النهارده اسمهم جلانس فينس وكليتورس. جلانس فينس وكليتورس والشفايف اللي لو انت بتطلع منها شعر دي حاجه بقى هو يعني في بقى من مناخيرك ومن شفايفك. ميرسي يا سيدي. النيل اربع تعريفات. كانوا قاعدين في اول الترم بتاع اسبوعين مش عارفين يذاكروا سكين وفشل. يا الدنيا. النيل عباره عن كرياتينايزد تيشو، في كراتين كتير يعني عشان يبقى صلب. قاعد على جلد اسمه نيل بيد. بعرف النيل بيد في الامتحان بارت اوف ذا سكين بيلو ذا نيل. في حته من النيل داخله جوه اسمها نيل روت. بص كده انا لو خلعت لك الظهر بتاعك هتلاقي ان هو اطول من اللي انت شايفه. في حته مستخبيه جوه متغطيه بالجلد اللي ايه اللي بيفرول ده اللي بيبوظ ده اللي بيلتهب ده. الحته اللي مستخبيه اسمها نيل روت متغطيه بنيل فولد. فالاثنين دول تعرفهم ببعض. عرف نيل روت بارت اوف ذا نيل كفرد باي نيل فولد. عرف النيل فولد
برضه في السكيل كفر الليرو ارسمها له خلاص. والله ما بهرج ارسمها له والله تاخد الدرجه يعني. لو انت الانجليزي معاك جز معاك يعني عشان احنا مش بس الانجليزي والله العظيم هتجيب الدرجه كامله وهيتبسط. انتوا عارفين اصلا هم لقوا لهم جروب عندكم صرف الهبل. والله العظيم ما بهزر احنا كنا بنكتب 80 ورقه في الامتحان. والله العظيم كنا بنكتب 80 ورقه في الامتحان 80 ورقه وش وضغط. بس ايدينا كانت بتغرق. ما انت فاهم احنا ما بنكتبش الروشتات دلوقتي ليه؟ مش قادرين نكمل. فطبعا هو ايه بقى ايه راي بقى ايه منذ اصغر هند وزص وين ايه ده؟ ما هو احنا مش عارف نكتب عمال يكتب لي جمله انجليزي. يا عم انا عايز المصطلح. انتوا بقى سايبين ده وتحفظوا في الانجليزي. ربنا يوفقك. هير نير سويت جلانس اهم كلمه في الامتحان. سويت جلانس ذا موست ديب ستراكشر هي اكتر واحده مكمله سبكوتينيس يعني واخده الابيدرمس بالدرمس ومكمله جوه لحد الفاشيه كمان. وظيفتها ايه؟ تمبريتشر ريجوليشن. الاخت دي اهم طريقه في جسم البني ادم لفقدان الحراره. البخر بتاع العرق. سبيشال جلاند. السبيشال جلاند بتبقى لازقه عند الهير فوليكل لانها بتفتح حلم. دي اللي بتطلع زيت رباني. بتطلع سائل اويلي زيت اسمه سيبم. عشان كده تعرف ان السبيشال جلاند هي الغدد العرقيه في الاماكن اللي فيها شعر. تحت بطاط حضرتك او في مكان التناسل اللي بيسموها العامه باللغه العربيه الفصحى او بيقولوا عليها البروين هنا هو يعني هنا وهنا هو طبعا الشعر يعني مكان فيه شعر. دي وظيفتها تطلع سائل اسمه ايه؟ سيبم. بيبقى الشعر ويقوي الشعر ويدي الشعر لمعاده مريض لمعاده مريض لمعاده مريض. دي حقيقه والله مكتوب في الكتاب مويست ان ذا هير. وانا بعد الساعه 4 بيبقى الحس صعب قوي معايا. انا بحاول اسيطر على نفسي عشان اهيس. مويستن ذا سكين هي اللي بتنقي الشعر. بس هي مشكلتها الحقيقيه لازم تتغسل اول باول لان الراجل ده لو تراكم انت عامل منتجع سياحي خمس نجوم للبكتيريا هي بتموت في الصيبه. هتلاقي عارف انت ناس ايه عمال تحتف في وشك حاجات بسيطه او حد عمال عارف انت فاتغسل يعني. معلش لو مش هتلاقي معايا حضرتك اكون شاكر لحضرتك لو غسلت يعني. بس بشرز جلاند موجوده عند الهير فوليكل بتطلع سائل اسمه السيبم. يبقى اربعه سكن ادفنتج في الامتحان. هير نير سكن جلاند بشرز جلاند ذا موست امبورتنت كويستشن اوفر ذا ويرلد. هو ملاك سكن لاينز الاماكن. بص 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 تخيل كده ان انا جبت الجلد كانه غطا كانه ستار وقمت عامله كده. هل كل الاماكن كده؟ قال لي لا في اماكن بيبقى مشدود جامد في اماكن بيبقى مربوط جامد. فبيعمل حاجه اسمها سكين لاينز. في اربعه سكين لاينز مهمين لا للغايه في الامتحان. اولهم فليكشر لاين اور سكين كريز. اقعد احفظ الانجليزي في الورقه عشان ما يجي لك تعريف تعرف تكتبه وبقى قابلني كتبته. فليكشر يعني متني او بيسموها سكين كريز. دي اللي في البلب واضحه خالص بتاعه 18/81 شايفهم الحته دي. دي كان الجلد جاي. بص كان الجلد جاي وكده انا الحته دي قمت ربطه قمت مخيطه. فيقول لك دي بتمثل الاماكن اللي الجلد فيها بيبقى سن عن اللي حواليه وبيبقى ماسك في الاندرلاين ستراكشرز كاني مخيطه في التحت. بص كده فيها بدي تحس كانها داخله لجوه كانك انت مخيطها في الحته دي. دي اسمها فليكشر لاينز اور سكينز. اماكنها فين؟ برضه بالذات كمان يعني برضه الواضحه واضحه قوي. ميرسي اللي هتنسوه بابيلاري ريدجز. ريدج يعني حاجز. ودايما لما يبقى في حواجز جنب بعض يبقى هيبقى في حواجز وما بينها حتت داخله لجوه. عارف زي التل كده في الجغرافيا. في تل او طالع لفوق وحته نازله لتحت. فاللي طالع لفوق ده اسمه ريدج واللي داخل جوه اسمه جروب. جروب؟ بابيلاري ريدجز يعني مصامات في الاصابع. بدل الريدجز يعني مصامات الاصابع اللي بتبقى موجوده كده كاتب لك موجوده في الفنجرز والتوس والديجيتس. ديجيتس سينوس وعقل الاصابع اللي هي كانت اسمها في العظم الفرنجيز. اهي اهي باين اهي. هتلاقي عباره عن ايه؟ بص عارف انت بص صوابعك عامله كده. بعد كده احنا هنطول يا رب يا رب نوصل لكده. عباره عن ريدجز الواضحه دي اللي ما بين كل ريدج وريدج هتلاقي في خط اسمر. الخط الاصفر ده المفروض انها حته داخله لجوه شويه يعني. فسموهم بابيلاري ريدجز. هتنسوها في طلبه حلوه ما اسمهاش طيب. ده احنا خدنا فليكشن لاين او سكين كريز الاماكن اللي الجلد فيها بيبقى سن وماسك الاندرلاين ستراكشر. بابيلاري ريدجز بتمثل عباره عن مجموعه من الريدجز سيبريتد مفصوله ومجموعه من الجروبس. رينكل لاين. الله يبارك لك في صحتك وفي عيالك وفي اولادك يا رب. رينكلز لاين او سميناها اكسبريشن لاين او ايموشن لاينز اللي بتبقى في الفور هيد عند الفرنجه ممكن كده.
طبعا في ناس منساك كتير، ما انت لسه صغير في السن، ما تكبر كده العقل اتعكس هتلاقي بقيت زيي. دي بتعبر عن الجنون، عارف انت بتقول ايه متضايق؟ اضطراب قلبي، العقليه ان هي اللي بتقعد تتحرك، بيسموها ريبتلز يعني تجاعيد. وقار برضه. او بيسموها اكسبريشن لاين، انما ذا موست امبورتنت اول اوفر ذا ويرلد هي لانجر لاين، او الاسم اللي بيجي في الامتحان لاين اوف كليفج. امتحان كويس السنه اللي فاتت انا فاكر كويس، جاب لهم لاين اوف كليفج، جاب لهم السرتوريوس العضلات. وجاب لهم حاجه برضه كمان الناس ما عرفتهاش، مع ان احنا بنقولها عادي، بس الناس ما ركزتش، الناس كانت ايه مقدره الكتاب، بتحفظ الكتاب، ربنا يوفقك ان شاء الله. كليفج يعني اقطع. اقطع من هنا باذن الله، باذن الله ربنا يكرمك من واسع وتموت. تيقظ الموت اسمه ريجور مورتس. ريجور مورتس، ريجور يعني تيقظ، تخشن. مورتس يعني وفاه، مش انت اتفرجت على مورتال كومبات؟ قتال المميت. ما اتفرجتش على الحاجات دي، المهم يعني. ريجور مورتس دي لو انت ان شاء الله مت باذن الله جسمك اتخشن، هتلاقي في خطوط باينه قوي في جسم حضرتك داير ميلور، في خطوط راسيه في ايدك واضحه قوي، خطوط داير ميلور في رقبتك. الخطوط دي اسمها لانجرز لاين او لاين اوف كليفج. طب ده وانا ميت لو حضرتك وانا عايش حضرتك ده له فايده؟ اه. لو انت جيت تقطع تعمل كليفج، تقطع او تعمل عمليه جراحيه برل موازي لهذه الخطوط اللي التهاب يبقى اسرع. كيس الكاتشب لو مكتوب عليه اقطع من هنا وقطعته كده هتلاقي ممكن تسيبه مش هيطلع حاجه. جرب تقطع العكس كده هتلاقيه بخ في وشك ان شاء الله او في وش اللي جنبك. جربتها مره كنت ماسك كيس كاتشب كده واللي جنبي انا مش مركز اصلا، انا مقطع من الطول وعمال بتكل كده وهو عمال يرش على القميص بتاعه وانا بتكلم مكمل واقف. اهو فكرتني بحاجات مش عايز اقولها. لا 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 كفايه كفايه الباب بتاع الميكروباص النهارده وقع واحنا ماشيين. دخل الصبح بقى راكب، انا كنت راكب في الميكروباص راكب جنب ست من بتوع السمنه البلدي. يعني عارف في ستات دلوقتي ما عادش حد بيقول الطبيعي، كلكم عارفين معظم بيقولوا القيصري. زمان بقى يعني تيتا الله يرحمها كانت بتقول لي وانا ماشي لقيت خالتك بتقع على الارض. اقول لك جنب الباطل الست دي كانت راكبه والله انا وهي بس على الكنبه اللي ورا، ولا تلتني متغطي يعني انا تلتني ما اقدر، والسواق مصر ياخد مني اوبر والله ما عارف ارد عليه. تخيل تنزل الباب يقع، يعني عارف انت هتنزل من هنا والباب وقع. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. في اربعه لاينز انت عامل لهم تاني، يلا ريكشر لاين او سكين بليز بلاش خصوص متاخر تاني اسمه ريكشر لاين لانجرز لاين او سوبر لاين اوف كليفيتش. اخر حاجه الفاشيه. أول مرة كده بشرحها هتقول لي دكتور مش هشرح الفاسكيا. سوبرفيشال فاشيا. طبعا في سؤال مهم في الامتحان، في سؤال مهم في الامتحان ما بقولوش في الحصص عشان هو سهل الممتنع، يعني هو سهل لدرجة إن أنت وأنت بتذاكره أصلا أنا كنت طالب فيه الآن. بيعمل هديك في الامتحان ده دي شويه تفكير. وظيفه السكين، وظيفه السوبرفيشال فاشيا، وظيفه الديب فاشيا، وظيفه الهيكل العظمي، وظيفه العضلات الفلكسر. ايه وظيفه السكين ايه؟ دي حرفيا اسمها سهل ممتنع، فلازم نحفظها على اي سؤال ضروري عشان هي ممكن تيجي في الامتحان وممكن تروح في دماغها انها بتديكوا درجات. هي مش عارفه اللي هي سوبرفيشال فاشيا وديب فاشيا. السوبرفيشال فشة عبارة عن مسجين مع بعض لوز وادي لوز بالراحة عشان المعرفش، عبارة عن كونكتف تيشو نسيج ضم قرني ما فيهوش كولاجين كتير يعني ما فيهوش فايبرز كتير فبيسموه لوز كونكتف تيشو، ونسيج دهني معروف عن النسيج الدهني ابن حلال عازل للكهرباء والحرارة. عارف انت تلاقي دايما الناس التخينة دي بتبقى في البنك مستمتعة قوي نيو ازاي يعني؟ انا كده لازم اخلص بس كده حد صعب. الفيديو ده بقى عشان خلاص بسرعه اهو يلا اصبر.
اسمها فات او لابي او ادينيز، عباره عن لوز وادينيز. السؤال اللي جه في الامتحان يقول لك في اماكن ما فيهاش ادينيز، مين اللي ما فيهوش ادينيز فطار زياده عن اللزوم قوي؟ الاي ليد اللي هو ليه في العين واضح قوي، البينس والكليتورس اللي هم بتوع الاعضاء التناسليه واضحين بشكل واضح زياده عن اللزوم، في ودان حضرتك طريقه زياده عن اللزوم برضه، السكروتم، سكروتم بالعربي يعني الكيس الصفري كان بيحوط الخزتين اسمه سكروتم. ده بقى فيها شويه تعريفات في الامتحان مهمه بنعيد عنها اكتر شويه. مش انا كده الدرمس، درمس زور فشيه فشيه دي فشيه، دي فشيه دي هي اللي كونتاكت مباشر مع الاعضاء اللي تحتها، يعني مع العضلات مع العظم مع الاربطه مع الحاجات دي، فعشان كده يقول لك هتوظف نفسها على ان كنا شايف خلاص ما بقرا على حسب ايه. في النك انا قلت لك مره اعتقد هنفتكروا من الفسيولوجي في غشاء فاصل ما بين الدم والمخ اسمه بلاد ريمبل، مش اي حد قاعد. طب لو في انفكشن، ما انا سمعت ان في عروه ميكروبيه بتطلع من تحت لفوق، بتطلع ازاي؟ بتطلع من ديك فاشيه اللي في النك. عشان كده بشوف في الكتاب جمله غريبه شويه يقول لك ديك فاشيه في النك دي مش وظيفه، يعني هو كده كده وظيفه، وظيفه ايه؟ بتعرفك مسارات الانفكشن، ما هي ده المعبر الوحيد لاي عروه ميكروبيه تطلع من تحت لفوق. في بعض الاحيان عند عضله سواء في البطن ومشهوره قوي في البطن هنشوفها كتير بعد التويز، او في اماكن ثانيه تبقى فلاتند. فلاتند يعني ايه؟ تبقى مسطحه، يسموها ابونيوروز. زي في البلم والصول مشهوره قوي، تبقى مسطحه تبقى حاجه اسمها البلم والصول، ما هو البلم والصول مليان عضلات، انت بتعمل بيها كل ده اهو، هي بتبقى فلاتند هنا، بتبقى فلاتند فبيسموها ابونيوروز. لو في عمق وفي تجويف في فراغ يعني بتخش جوه وتبقى سكند، سكند يعني ايه؟ تتكثف وتنشف كده وتقوم عامله حواجز، فتقسم العضو ده انتو كومبارتمنت، انتو بارتس لاماكن، يعني بدل ما هو عارف مش شايف القاعه دي، لو جبت لك حواجز خشب وقسمتها لك قسمها لك كذا كومبارتمنت، اللي بيعمل كده الديب فاشيا. الاشهر في الامتحان بقى عند الريست جوينت وتحت عند الانكل جوينت، عشان حضرتك رايح لكميه عضلات رهيبه، انت معدي اربطه لكل العضلات بتاعه الفالنجيز من قدام طبعا عشان تعمل فليكشن ومن ورا تعمل اكستنشن، فالاربطه دي ممكن تفرد، قال لي الفاشيه في المكان ده بتقوم ماشيه بالعرض، محوطاها داير مايكروب زي حسمه الجرجيره دايما بشبهها كده، عارفين حسمه الجرجيره عداد الجرجير تقوم تلففها كده داير مايدور او تخف او ايا كان شو كنت عايز تاكل يعني، تبقى عامله بالعرض كده، ده اسمه حزام حزمتها بالبلدي اهو، الحزام ده اسمه ريتيناكيولام، ريتيناكيولام وجمعها ريتيناكيولا. الريتيناكيولام ده موجود في مكانين بالذات، المفصل ده والمفصل ده. صعب الكلام؟ باقصى سرعه اتمنى ان تكونوا استمتعتوا بحلقه النهارده، ونلتقي في حلقات اخرى ان شاء الله بكره في الفسيولوجي الساعه 2 الا ربع عشان الناس عندها سكاشن، وبعده الاكل غالبا هيبقى الساعه 9.